أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإيانا. تعال اسمح لك محمد بن محمد بن واسل. طيب بدأ. نعم. أحسن الله إليكم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإيانا في رسالته إلى أهل القصيم: والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية، وهم وسط في باب وعيد الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، ففي هذه الجملة ينبه الشيخ محمد رحمه الله تعالى وإيانا على وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة في مسائل وقع فيها الخوض والجدل واتبعت فيها الأهواء، فيقول هم وسط في أفعال الله جل وعلا بين من قدرية. بين من ومن بين من ومن طيب الجبري قدري، الجبري قدري، لكن المراد هنا إن القدري يطلق على كل من خاض في القدر بغير علم أو بهوى، كل من تكلم في القدر بغير علم أو بهوى يسمى قدري. هذا الأمر الأول. الثاني، القدرية أو فرق القدرية ثلاث أو أربع فرق كل تقسيم. الفرقة الأولى القدرية النفاة، نفاة العلم الذين يقولون بالبدء إن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها، يبدو له سبحانه وتعالى، تعالى الله وتقدس عن قوله. وهؤلاء معبد الجهني وأصحابه، قدرية النفاة نفاة العلم الذين قالوا بالبدء، وهؤلاء مخصومون لأنهم تكلموا بجهل وتعصبوا للجهل، ولذلك قال الشافعي رحمه الله: ناظروهم بعلم الله القديم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوا به كفروا، ولذلك انقرضت هذه الطائفة. هؤلاء يسمون قدرية، وهم قدرية النفاة، وأول من تكلم وخاض في القدر بجهل ثم بهوى. الثانية القدرية المجوسية، وهم المعتزلة ومن ضاهاهم الذين أخرجوا أفعال العباد، يعني يقصدون المعاصي، عن مشيئة الله تعالى وخلقه، زعموا أنهم ينزهون الله تعالى عن الظلم، كيف يشاء الشيء يخلق وبعدين يعاقب عليه، فوصفوا الله تعالى بالعجز، أنه يكون في ملكه ما لا يشاء، وجعلوا لله تعالى شريكا من خلقه في خلقه، في خلق أفعال العباد، العباد يخلقون أفعالهم، يقصدون معاصيهم، هذا قصدهم، ولذلك سموا بالمجوسية لشبه بالمجوسية الذين قالوا بوجود خالقين، خالق الخير وخالق الشر، خالق الخير هو خالق النور وخالق الشر وخالق الظلمة، فجعلوا إلهين اثنين مع الله تعالى الله تقدس عن قوله. فهؤلاء يسمون المجوسية قدرية المجوسية، لأنهم قالوا إن العباد يخلقون معاصيهم وشاءوها لم يشاءها الله وخلقوها ولم يخلقها الله، فهذا هو مذهب القدرية اللي هم المجوسية، واللي هم صار يطلق عليهم في الغالب القدرية.
لأنهم أشهر بالعلم وأكثر محاجة وجدل وخصومة. والقدرية الثانية الجبرية نفس الشيء. القدرية الجبرية يقولون إن الله عز وجل خالق كل شيء حتى أفعال العباد، بمعنى إن العباد لا إرادة لهم ولا مشيئة في أفعالهم، لا مشيئة وإرادة ولا خلق، ما خلقوها، خلقها الله. حتى أنهم ينسبون القبائح إلى الله عز وجل تعالى الله وتقدس، فأرادوا أن يثبتوا لله تعالى تمام الملك، أرادوا أن يثبتوا لله تعالى تمام الملك وأضافوا إليه القبائح نتيجة هالمقالة الخاطئة. يقولون إن فاعل الكبيرة إنه مجبر على فعله، لا مشيئة لا إرادة له ولا خلق له، ما خلقه، خلقه الله، أراده الله وخلقه. هذا مذهبه. ويقولون إن العبد بمثابة أغصان الشجرة تفيئها الرياح من غير إرادتها، أو بمثابة ارتعاش المرآة في كف المرتعش. فهؤلاء يسمون الجبرية، يقول الإنسان مجبور على فعله. فهذا هذه الضالة من جهة وهذه الضالة من جهة، وكل له إرادة، بعضهم نيته طيبة لكن خطأ، كلامه مخالف الشرع، ما يشفع لحسن النية. ما جمعوا بين النصوص، نظروا إلى النصوص بعين عوراء، فالأولون أرادوا أن ينزه الله بزعمهم عن الظلم، والآخرون أرادوا بزعم أن ينزه الله عن نقص الملك ويثبت القدر. أهل السنة والجماعة قالوا إن أعمال العباد خيرها وشرها واقعة بمشيئة الله عز وجل العامة، لأن كل الملك والكون والخلق تحت مشيئته، وأن الله خالق المكلفين وخالق أعمالهم لأنه خلق فيهم الإرادات والقدر، فبالإرادات يختارون وبالقدر يفعلون ويباشرون. هذا وجه كون الله خالقا لمعاصيه، وليس معناه أن الله يرضى معاصيهم، لا، فالله تعالى أودع بهم الإرادات والقدر ليفعلوا الخير، فإذا فعلوا الشر والمعاصي تحملوهم، استعملوا الإرادة والقدر بغير ما خلقها الله له. فالله تعالى خلقهم لعبادته وهيأهم لما خلقهم له، وفطرهم على توحيده وعبادته وطاعته، وأخذ عليهم الميثاق وهم في صلب أبيهم آدم عليه السلام أن يعبدوه وحده لا شريك له، وهبهم العقول ليختاروا بين النافع والضار من المعاني، وهدى عقولهم بالشرائع لتبصرهم إن هذا حلال وهذا حرام وهذا طيب وهذا خبيث وهذا مرضي وهذا مسخوط وهكذا، وغيب القدر عنهم ليباشروا أعمالهم. هل العاصي يوم يعصي ناظر للقدر داري أنه مقدر عليه؟ لا، فيسأل عن استعماله لإرادته وقدرته في خلاف الشرع مع علمه بالشرع وذكره للشرع. ولهذا الناس ما يؤخذ، والجاهل ما يؤخذ، والمكره ما يؤخذ، فإذا استعملوا إراداتهم وقدرهم في معصية لا يتحملون النتيجة. فالله عز وجل رتب الأعمال التي هي مسببات على أسبابها وهي الإرادات والقدر. فصار أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله عز وجل خالق العباد وخالق أفعالهم، فلا يخرج عن مشيئة الله تعالى شيء،
ولا عن ملكه شيء، يقع في ملكه شيء لا يريده، وأن مناط التكليف هو بالعقول وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والإرادة والقدر التي أودعها الله فيهم ليختاروا على ضوء الشرع ويعملوا على ضوء الشرع. فهذا مناط التكليف، وهذا محل الابتلاء. فمن أطاع الله صار أهل الثواب، ومن عصى الله صار أهل العقاب، وما ظلمه، هو الذي أخطع نفسه باستعمال الإرادة والقدرة بغير ما خلق تاله، صح؟ فنقول الله خالقنا وخالق أعمالنا، ولا يلزم من خلقه لأعمالنا أن يرضاها كلها، فيرضى ما وفق شرعه ولا يرضى ما خالف الشرع، كما قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. واضح القرآن في هذا، قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فهذا وجه وسطية أهل السنة والجماعة في باب أفعال الله بين القدرية المجوسية والقدرية الجبرية أو المجبرة. فأثبت أهل السنة والجماعة القدر، وأثبتوا الإرادة والفعل للمكلف وأنه يتحمل، فإذا أحسن فله أجره، وإذا أساء فعليه وزره، لن يعفو الله عنه. ولا يخرج عن مشيئة الله شيء، ولا يقع في ملكه سبحانه وتعالى ولا شيء، الملك لله وحده، ما شاء الله كان، ما لم يشأ لم يكن. فكل أحد قد يشأ ما لا يكون ويكون ما لا يشأ إلا الله جل وعلا. قال الشافعي رحمه الله: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. هذا وجه كون أهل السنة والجماعة وسط في باب أفعال الله بين القدرية المجوسية والقدرية الجبرية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والفرقة الناجية وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وهم وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية. الله عز وجل أمر ونهى، أمر بالخير تخيرا، من شاء في اليمن ومن شاء في الأكفر، ونهى عن الشر تحذيرا، فدل الله على الخير ورغب فيه، ودل على الشر وزجر عنه. فأردف ذكر المعاصي بذكر الوعيد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وعيد ولا ما هو وعيد؟ وعيد. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعي وإنا له لكاتبون. ومن يعمل من الصالحات وهو فلا يخاف بقسا ولا هضما، ظلما ولا هضما. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قال قبلها: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عند الكافرين. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فرتب سبحانه وتعالى على كل عمل جزاء، من أطاع استحق المثوبة الخير والأجر العظيم، ومن عصى استحق المثوبة بالإثم والعذاب الأليم. فجعل الله عز وجل الوعد مشوقا وحاضا على عمل الطاعات والمبادرة إليها والمحافظة عليها والحذر من إبطالها بعد تحصيلها، وجعل الوعيد زاجرا عن السيئات حاملا على تركها والتوبة إلى الله منها عن قرب، في نفس الوقت حجة. كل هذا حجة، بيان لفضله جل وعلا ورحمته
على من أطاع وعدله وحكمته في من عصى. الإنسان واجب عليه أن يطيع الله ورسوله وأن لا يعصي الله ولا رسوله، هذا واجب على كل عاقل، لأنه ما خلق إلا لهذا. فمن أطاع صار أهلا للثواب الكريم، ومن عصى صار أهلا للعذاب العليم. طيب، هذا واضح في القرآن العظيم، واضح في السنة. جاء المخالفون الخائضون في دين الله بغير علم وبهوى، المستوردون لمصطلحات ومفاهيم من الرومان واليونان والإغريق وغيرهم، وخاضوا بهذه الأمور في شرع الله عز وجل، فوكلهم الله إلى أنفسهم فضلوا وأضلوا. فأحد نظر إلى أحاديث الوعد، ما خلاص هذه أحاديث الوعد، نصوص الوعد من القرآن والسنة، فإذا من أطاع الله فهو في الجنة ولو عصى ما عصى، ما دام أنه آمن بالله شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص هذا في الجنة على رأسه على طول، ولو فعل ما فعل من المعاصي ما يضره. قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا تنفع مع الكفر طعام هؤلاء المرجئة. وآخرون قالوا لا، من عصى استحق العقوبة ويجب على الله أن يعاقبه. سبحان الله، توجبون على الله أن يعاقب؟ سبحان الله، كيف؟ الله ما أخبر أنه أهل العفو وأهل المغفرة وأنه واسع الرحمة واسع المغفرة؟ ما أخبر أن رحمته تغلب وتسبق غضبه؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فكيف توجبون على الله؟ قالوا لا، لأن الوعيد هذا أن من عصى استحق كذا، هذا خبر من الله، الله ما يخلف وعده، يصير كذب لو ما نفذه. ونسوا أن الوفاء بالوعد كرم، وإخلاف الوعيد كرم. الوفاء بالوعيد عدل، لكن إخلاف الوعيد بالعفو والإحسان هذا كرم، والله أولى بذلك ولا لا؟ هنا فإذا المرجئة نظروا إلى نصوص الوعد والبشارات والثواب وكذا وكذا بعين واحدة، وعموا عن نصوص الوعيد. الآخرون يسمون الوعيدية هم المعتزلة والخوارج، نظروا إلى نصوص الوعيد بعين وعموا عن نصوص الوعد، فلم يوفقوا للجمع بينهما، وأن من أطاع الله فقد وعده الله بالمثوبة الكريمة والله تعالى أهل الكرم، ومن عصى الله عز وجل فقد توعده الله بالمثوبة الأليمة والله تعالى أهل العفو، إن شاء عفا وإن شاء لم يعفا، إلا ما حدده الله عز وجل أنه لا يغفر لمن مات عليه، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يهدي من هو كاذب كفار. فإذا من عصى الله فيما دون نواقض الإيمان والإسلام فهو محل أن يعفو الله عنه، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء لم يعفو، فإن عفى عنه ففضل، وإن لم يعفو عنه وعاقبه فعدل، لأن الله نبهه في الدنيا على أن جزاء هذا العمل كذا. ومن أطاع الله فهو أهل لثواب الله عز وجل، والله من كرمه يضاعف له العمل ويضاعف له الثواب الكريم، لكن لا يلزم على الله شيء، لا يلزم على الله شيء، ما أحد يفرض على الله شيء. فمن أطاع الله وأثابه فبفضل الله عليه وبرحمته، لأنه هو الذي أوجده من عدم، ولأنه الذي هيأه لما خلقه له، ولأنه سوى خلقه كمله،
ولأنه فطره على التوحيد وعلى الدين، ولأنه أعطاه العقل ووهبه الإرادات والقدر، وأرسل إليه الرسول وأنزل عليه الكتاب ورغبه ورهبه، وفي نفس الوقت جعل في قلبه قبول الحق والرغبة فيه، وفي نفس الوقت أعانه على العمل، وفي نفس الوقت ضاعف له العمل وضاعف له الثواب فضلا منه عز وجل. ما له منه المطيع، ما له منه على الله، وين منته؟ له منه، ما له منه، كل شيء الله الذي أعطاه أمده جل وعلا. العاصي ما له عذر عند الله، إنه عصى عن علم وخالف الكتاب وخالف السنة وخالف الفطرة وخالف العقل السليم واتبع هواه، ويوم يعصي لا ما نظر للقدر ولا نظر للشيء، أهم شيء حقق رغبته. فإذا هو مستحق للعقوبة إلا أن يعفو الله عنه، فإن عاقبه الله فما ظلم، عدل ولا لا؟ لأن الله أخبر من قبل، وإن عفى الله عنه ففضل. فهكذا قال أهل السنة والجماعة، إن المطيع ينال ثواب الله عز وجل الكريم بفضل الله ورحمته، ما له من نعمة، وأن العاصي مستحق لعقاب الله الأليم إلا أن يعفو الله عنه. فإذا من أطاع، لأن الظاهر ولا لا؟ ظاهر أنه مطيع صح، لكن ندري وش في قلبه، يمكن أنه يبي الدنيا، يمكن يبي منصب، يمكن يبي يستولي على الناس بزعامة فنافق ولا لا؟ أين يلزم أن تكون طاعته خالصة لله؟ ما ندري، هذا من أمور القلب، أمور القلوب بيد علام الغيوب. الشيء الثاني أن الظاهر قد يطيعه ويخالف بالخفاء ويعصي بالكفر. الأمر الثالث أنه قد يفتن في آخر لحظة قبل ما تخرج روحه يتمثل له الشيطان ويزين له، ما ندري وش مات عليه. فلذلك المحسن نرجو له الثواب، المسيء نخاف عليه ما دام من إساءته دون الكفر، احنا نخاف عليه انه يعاقب. لو يعذب الله واحد من العصاة بشعره من شعر جسمه ما يطيقه، يطيقه احد ابدا، شعره واحده مسمار بالنار. فنخاف على المسيء، نخاف عليه، فلا نزكي المحسن بل نرجو له الثواب، نطمع ندعو له بالتسديد والتوفيق وحسن الختام ونغبطه على ما وفقه الله له، لكن ما نجزم من أهل الجنة. المسيء نتوجع له ونحزن عليه ونخاف عليه، ها، ونطمع أن الله يهديه ولو في آخر لحظة. فإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينها وبينه بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأهل الجنة فيدخلها. ما ندري عن خواتيم. فلذلك نرجو المحسن الثواب ونخشى على المسيء العقاب، ولا نجزم بأن المسيء يدخل النار ولا نجزم بأن المحسن يدخل الجنة، إنما نرجو نؤمل وندعو الله هكذا. فلا نقنط المسيء من رحمة الله، ولا نغر المحسن حتى يدلي بعمله على الله. الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يجرهم على معصية الله. فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وبين المرجعة والوعيدية في وعيد الله عز وجل، فيقولون إن العاصي مستحق للعقوبة إن عاقبه الله بها، وإلا قد يعفو الله عنه، واضح؟ والمطيع أهل المثوبة إن كانت على الظاهر وكانت خالصا له على وفق الشرع ولم يخلو يعقبها ما يحبطها
فهذا وسطيه اهل السنه والجماعه، ميزان نظروا للنصوص جمعوا بينها، فنصوص الوعد نظروا اليها وقالوا بمقتضاها، نصوص الوعيد نظروا اليها وقالوا بمقتضاها وجمعوا بينها ولم يفرقوا. فالمطيع له الوعد الكريم فضل من الله عز وجل رحمة ومنه، والعاصي عرضة للعذاب الأليم إن عاقبه الله فأهل، وإن لم يعاقبه فالله تعالى أهل العفو والمغفرة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وهم وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وهم وسط. طيب، في أسماء الدين، يعني مسلم، مؤمن، محسن، يقابل مسلم الكافر، يقابل المؤمن الفاسق، يقابل المحسن المسيء المبتدع وغيره. فالمرجئة اللي هم الجهمية، عامة الجهمية مرجئة من الأرجاء وهو التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، ولذلك قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، يكسون مرجئة. الحرورية والمعتزلة اللي هم الخوارج والمعتزلة يسمون الوعيدية كما سبق. طيب، ها الطائفتان اختلفتا في مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة إنسان وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، والكبيرة مفرد كبائر، والكبائر هي كل ذنب ذكر في القرآن والسنة مقرونا بسخط أو غضب أو وعيد أو حد في الدنيا، عقوبة يعني مقدرة كقطع يد السارق وكرجم الزاني المحصن وجلد الزاني البكر وغير ذلك، حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بنفي فلاح أو نفي إيمان أو نفي دخول الجنة أو الخلود في النار. فأي ذنب قرن بشيء من هذا فاعرف أنه كبيرة، هذا هو. هذا مرتكب الكبيرة. المرجئة قالوا خلاص، ما دام انه يشهد ان الله محمد رسول الله، بل قالوا ما دام انه يعرف ان الله ربه فهذا مؤمن كامل الايمان، كايمان جبريل ابي بكر وعمر، وقال غلاتهم قال لا كايمان جبريل وميكائيل، فيفعل ما يشاء من الكبائر، ما عليه، ما هو مشكلة. هذا مذهب المرجئة. الوعيدية اللي هم الخوارج والمعتزلة قالوا من ارتكب الكبيرة فقد خرج من الإسلام، خرج من الإسلام في الحياة، إن مات على ذلك فهو خالد مخلد في النار أبد الآباد، لا تناله من الله مغفرة ولا يصيبه من الله رحمة، أعوذ بالله. طيب، يا حرورية ويا معتزلة، وش حكمه في الدنيا قبل يموت ولم يتب؟ قالت الخوارج هو كافر حلال الدم والمال، إذا لقيته أي مكان قتله فانتهى، بل تسبى نساؤه ذريته ماله. المعتزلة قالوا لا، هو خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر،
فهو بمنزلة بين المنزلتين تدعو هذه المقالة هالمصطلح. فاتفقت الطائفتان على أمرين: على خروج مرتكب الكبيرة من الإسلام بارتكابها، وعلى خلوده في النار بسببها إذا مات، واختلفتا في حكمه في الدنيا قبل الموت. فقالت الخوارج: هو كافر، يعني خارج من الإسلام وداخل في الكفر. والمعتزلة قال: لا، هو خارج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، هو بمنزلة بين المنزلتين. هذا مذهب الطائفتين. أهل السنة والجماعة قالوا: لا، الكبائر نوعان، نوع ينافي الإيمان أصلا والإسلام، كعبادة الوثن، السجود للصنم، وسب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو الاستهزاء بالله ورسوله، أو الاستهانة بالمعظم شرعا، كأن يطأ المصحف أو يبول على الطعام أو كذا، كل هذا كفر. هذا يناقض أصل الإيمان. وهناك كبيرة دون الكفر التي هي ذكرنا أن الله عز وجل رتب عليها يعني ذمًا في الدنيا أو حدًا، عقوبة مقررة شرعًا، أو نفي إيمان، أو في الآخرة نفي فلاح، أو حكم أنه يخلد في النار أو لا يدخل الجنة أو يلعن أو كذا. فهذه الكبائر التي هي دون الكفر والشرك قالوا هذه تنقص إيمانه ولا تنقضه إلا أن يستحل هذه الأشياء، تنقص إيمانه ولا تنقضه، إن ما تخرجه من الإيمان. فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يحب ويوالى على قدر ما معه من الإيمان، ويبغض ويعادى على حسب ما ارتكب من الفسوق والعصيان، ويعاقب العقوبة الشرعية المحددة، لكن لا يخرج من مسمى الإيمان والإسلام. وإذا تاب الله عليه، وإن مات على ذلك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه، فيعذب على قدر ذنبه. ولو أدخل النار بذنبه فإنه يعاقب على قدر ذنبه، ثم يخرج منها ويدخل إلى الجنة ما دام معه أصل إيمان. قيل لهم: ما تقول في قوله تعالى: ومن يكفر منه متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما؟ قالوا: هذا جزاؤه إن جازاه الله عز وجل. كيف خالد في النار؟ قالوا: خلود، ما في مانع. الخلود خلودان: خلود أبدي وخلود الكفار المشركين، وخلود اللي هو المكث الطويل، وهو خلود من شاء الله عز وجل من العصاة أصحاب المعاصي الغليظة العظيمة، وهو يطول مكثه في النار ثم يخرج منها. واستدلوا على ذلك بأحاديث الشفاعة، أن منهم من الناس يدخلون النار بذنوبهم فيحترقون ويماتون ويخرجون من النار بشفاعة الشافعين ورحمة الله الراحمين كأكوام الورق المحترق، ثم يطرحون على نهر الحياة في الجنة ويقال: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم من الماء، فينبتون على حافة النهر كما تنبت الحبة في حميل السيل، بذر النبات البري في الغثاء الرطب من غير عرق ولا تراب ولا شيء، ثم ينمون. ثم بعد ذلك إذا كمل خلقهم أدخلوا الجنة ويسمون الجهنميون، ثم يضرعون الله عز وجل بعد ذلك أن يزيل عنهم هذا اللقب أو الاسم فيزال عنهم. فصار أهل السنة والجماعة وسط في أسماء الدين الإسلام والإيمان والإحسان بين الخوارج والمعتزلة اللي هم الوعيدية، وبين المرجئة الذي هم غالب الجهمية يتبعهم غيرهم، فلا جعلوه
أكمل الناس إيمانا وهي أكمل من أبي بكر وعمر وأكمل من جبريل وميكائيل، ولا قنطه من رحمة الله. قالوا بمقتضى النصوص، فهمنا؟ الأخوان جايين يبون أن نخلص الرسالة بساعة أو ساعتين ونقضي خلاص. هذه عقائد، هذه يصلح السرعة فيها لي. تؤذن توكل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. يعني إن أهل السنة والجماعة والتابعون السلف الصالح وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قولهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط بين طوائف الضلالة. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قوم رضي الله عنهم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه وتلقي وحيه وتبليغ رسالته وهداية عباده إليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن سعود: كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأصدقها ألسنا وأقلها تكلما قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا زكاهم في التنزيل، قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا كلام رب العالمين، فهم خير أتباع الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام على الإطلاق. ما مشى على الأرض بعد النبي والمرسلين مثلهم رضي الله عنه. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا خيارا. فهم رضي الله عنهم كلهم عدول وكلهم خيار. ما الحكمة؟ قال: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد، يعني إن الرسول يبلغكم وتعملون ويشهد عليكم، وما أصبتم أيدكم ووافقكم عليه، وما أخطأتم أنكر عليكم بيّن لكم وجه الصواب فيه، وأنتم تقوم بالمهمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، تبلغون دين الله وتأمون الناس فيه، تكون قدوة لهم فيه، وتعلمونهم فقه والعمل به ويعملون، وأنتم ترونهم فما وافقوا أيدتموهم عليهم وخالفوا أنكرتم عليهم ونبهتم وبينتم وجه الصواب فيه. ما فيه أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النبي والمرسلين، فهم خيار الأمم، لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنه. ويكفي أنهم سبقوا إلى الإسلام وقت الغربة، وقت خفع الإسلام، وأنهم جاهدوا وقت الشدة، وأنهم نصروا الله ورسوله، وأنهم قاموا بمهمة الرسول صلى الله عليه وسلم بعده. فهم أساتذة الأمة وأسوة الأمة رضي الله عنهم وأرضاه. قال صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال: أنتم توفون، خطاب من الصحابة، 70 أمة يوم القيامة، أنتم خيرها وأكرمها الله عز وجل. وقال: إني لا أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبر الصحابة فزاده الله. قال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبر الصحابة فزاده الله. قال: أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، نصف، فزاده الله. قال: أرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة، وفصل ذلك تفصيلاً، قال: أهل الجنة 120 صفا، أنتم 80 صفا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم أول من يدخل الجنة، أول أمم يقضى بينها وأول من يدخل الجنة.
قوم هذا شأنهم لابد من محبتهم ومعرفة فضلهم والإيمان بذلك ومعرفة تفاضلهم في الفضل أنهم متفاوتون. لا أستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقال صلى الله عليه وسلم لما سمع خالد بن الوليد الذي أسلم بعد صلح حذيفة وقبل فتح مكة، تلاحى هو يا عبد الرحمن بن عوف، صار بينهم اختلاف، فسب خالد عبد الرحمن بن عوف، يعني شتمه كذا، أغلظ له القول، فسمعه النبي قال: يا خالد لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. المد هذا والنصيف اثنين، لأن الصاع ربع تمداد. شوف فضل عبد الرحمن بن عوف لأنه من المسلمين الأولين، على خالد بن الوليد رضي الله عنهم الذي أسلم بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، مرتبة. الأولون مرتبة، والذين بعد الصلح وقبل فتح مكة مرتبة، والذين بعد فتح مكة مرتبة، والذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره في السنة العاشرة مرتبة، ما بذل شيء في الإسلام لكن فاز بالصحبة. فالصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لقي مؤمنا به ومات على ذلك. فإذا هذا قدر الصحابة وهم متفاوتون مثل ما قلت. فجملة المهاجرين أفضل من جملة الأنصار مثلا. الخلفاء الراشدون أفضل العشرة، فأفضل الأمة الخلفاء الراشدون، أفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، بعدهم بقية العشرة المبشرين بالجنة، بعدهم جملة المهاجرين، بعدهم جملة الأنصار، بعدهم أهل بدر، بعدهم أهل أحد، بعدهم أهل الحديبية، وهكذا بعدهم أهل فتح مكة ما بعد فتح مكة إلى آخره. فهذا شأن الصحابة، هذا فضلهم عموما وفضلهم على التخصيص، كل بحسب منزلته وتقدمه وبلائه في الإسلام، تقدم إسلامه وبلائه في الإسلام وبلائه في الدعوة إلى الله عز وجل. فأهل السنة والجماعة يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك آل بيته صلى الله عليه وسلم وعترته الذين هم قراباته، فهم يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترضون عنهم ويتولونهم ويعرفون لهم فضلهم وفضائلهم ولا يذكرونهم إلا بخير، وصدورهم سليمة تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. واقل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شانا من صحب النبي صلى الله عليه وسلم لحظه، افضل من احاد الامه ولو عمل ما عمل، لانه مهما عمل ففرق الصحبه يغلب. اي، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: تغزون فيقال هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقول نعم فتنصرون. ثم تغزون فيقال هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، او من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول نعم فتنصرون. ثم تغزون ويقال هل فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول نعم فتنصرون. إشارة الى ثلاثة القرون المفضلة. فافضل قرون الامه القرن الاول اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم ممن لم يغبط ببدعة، ثم الذين يلونهم كذلك من لم يغبط ببدعة، فهؤلاء هم المسؤول. ولذلك الله عز وجل في التنزيل الكريم قدم المهاجرين في كل ذكر، ما مرة قال والأنصار والمهاجرين، لا، المهاجرين والأنصار،
لسابقة المهاجرين، لأنهم جمعوا بين سبق الإسلام والهجرة والنصرة، والأنصار سبقوا الإسلام بعد المهاجرين وآووا ونصروا. فأهل السنة والجماعة يعرفون لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلهم وفضائلهم، وأنه لا أحد من الأمة يجاريهم أبدا، وأن الله تعالى اختارهم على علم لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنشر دينه، وأنهم عدول ما يفتش عن عدالتهم، أهل صدق ووفاء وأمانة وكرم وشجاعة وبر وإحسان إلى غير ذلك، وأن لا يسب أحد منهم، وما يذكر عنهم أو يضاف إليهم من بعدهم ممن بعدهم وغير ذلك، هذا أول شيء، أنه كلام، هذا كلام ما يدرى ما وجهه، ما يصح، أكثر ما يصح، لأنه من أهل الأهواء، وما صح لا يدرى ما وجهه، شلون وقع المخالفة يعني، وما صح وعلم وجهه فهم مجتهدون متحرون للحق طالبون للأفضل متدينون للعز وجل بذلك، وما علم أنهم قاصدين له وسوء لو فرض هذا، فهم خير الأمة وأحب الأمة إلى الله عز وجل وأحق الناس بشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وسيئتهم نزر يسير حبة واحدة في بحر من حسنات، إيش تساوي؟ فلذلك أهل السنة والجماعة يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أهل بيته أزواجهم أهل بيته، ويتولونهم وينصرونهم ويذكرون محاسنهم ويكفون عما ينسب إليهم المساوئ، ولا يخوضون فيما خاضت فيه البدع أمر القتال وما الاختلاف وغير ذلك. قالوا أهل السنة والجماعة قالوا تلك دماء وأشلاء طهر الله منها ألسنة أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت وسلم ما كان يعملون. هذه عقيدته، كما قال جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوهم بإحسان هم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال تعالى محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم أثر السجود ذلك مثل في التوراة ضرب الله المثل في الكتاب السابق ومثله في الإنجيل كزرع أخرج شطه فراخه أبناءهم يعني ومن دخل الإسلام على أيديهم فآزره نافسه في الخير والعمل فآزره وش بعده فاستغرض فاستوى على سوكه يعجب الزراع الزرع الطيب هذا يعجب الزراع فهم يعجبون من نظر فيهم ليغيظ بهم الكفار ما يغتاب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نص القرآن ولهذا قال مالك وغيره من أئمة الإسلام أنه لا حظ للروافض في الإسلام ولا حظ لهم في الفيء لأنهم مغتاظون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل على خواص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال بعض أهل العلم إنه لو قيل لليهود من خير أهل ملتكم لقالوا أصحاب رسول الله لقالوا أصحاب موسى عليه السلام ولو قيل للنصارى من خير أهل ملتكم لقالوا حواري عيسى عليه السلام ولو قيل للرافضة من شر أهل ملتكم لكانوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاقوا فاقت الروافض اليهود والنصارى في الخبث وسوء الظن بخيرة خلق الله المزكين في القرآن العظيم خير أمة أخرج الناس الشهداء على الناس الأمة الوسط وقال صلى الله عليه وسلم أنتم
توفون 70 أمهم وكما أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل، وأخبر أنهم أول من يقضى بينهم وأول من يدخل الجنة وأكثرها الجنة. فصار أهل السنة والجماعة وسطا بين الغلاة اللي هم الروافض، وهم غلاة ما هم في كل أصحاب النبي، في آل من يزعمونهم من آل البيت، يزعمونهم يحبونهم من آل البيت، ومن ناصرهم بما يزعمون، بقية الصحابة يكفرونهم. هذا مذهب الرافض الخبيث، هذا مذهب. وهم لا يحبون أصلا أهل البيت، هم يحبون علي بن الحسين فيما يزعمون، لا ما يحبونه، يخالفونه فيما وافق فيه الصحابة، لأنهم يزعمون أن الدم الفارسي جرى في شرايينه، لأنه مو فارسي من الزجرت فقط. ويذكرون آباءه ليس حبا لهم، لكن لأجل اشتعال الفتنة والتفريق بين الأمة، يجعلون من ناصرهم وشايعهم أظهر الغلو فيهم طرف، والآخر طرف ثاني، كل جهدهم هذا ينصب في الحقد على الإسلام والعرب، لأنهم أسقطوا دولة المجوسية عبدة النار، وأطفأوا النار، أطفأوا نار المجوس، وقتلوا سدنتها، فهم منتصرون للمجوسية الفارسية الكسروية، ويحلمون بالانتقام والتشفي من الإسلام وأهله في عدس. هذه عقيدتهم، فهم شر الطوائف، كل ما في النحل الباطلة المنسوخة، اليهودية والنصرانية، وما قيل عن المجوسية أن دين سماوي، وكذلك المذاهب الباطلة المخترعة البوذية والهندوسية وغيرها، كل ما في هذه من خير ليس في الروافض، وكل ما فيها من شر في الروافض أشر منه. فهم سلة نفايات الملل المنسوخة والمذاهب الباطلة، جمعوا الشر كله ولا خير فيه، ما عرفوا برحمة، وما عرفوا بشجاعة، وما عرفوا بكرم، وما عرفوا بصدق. أشهر الطوائف في الكذب الروافض والشيعة، اقرأوا التاريخ تعلم. أعظم خنجر طعن به الإسلام من جهته، أولهم أبو لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر رضي الله عنه إلى اليوم، وكل جهدهم اليوم المنصب هذا الآن، كل جهدهم ودعوتهم للإسلام هي للتشفي من الإسلام والعرب الذين حملوا، وأهل السنة الذين مثلوا الإسلام. افهموا هذا، لا تغتروا، ترى ما عندهم من الإسلام شيء، عندهم الشرك الأكبر، عبادة الموتى ومن يزعمون الأئمة، والأئمة أعداءهم، لو خرج أئمة آل البيت المعروفين لقاتلوهم، وهم المعروفون بخيانة الأئمة، هم اللي تسببوا في نكبة الحسين وفي غيره وغيره، هم خذلوه. فلا تغتروا بهم، ترى ما عندهم إلا الكفر الصراح والشرك الأكبر والعداوة للإسلام وأهله والخدمة لأعداء الملة من الصهاينة ومن الأرثوذكس النصارى ومن الوثنيين ومن الملاحدة والزنادقة. كل الطوائف اللي غزت الأمة جاءت على ظهور الرافضة، اعرفوا التاريخ لا تنسون، على ظهور الرافضة ركبوا، هم حميد، انتبهوا لهذا، وليبلغ الشاهد منكم الغائب. ترى بعض الناس من الشيعة العرب مغترين بهؤلاء الرافضة المجوس، ما يدرون، وسيرون منهم الإهانة والذلال، لو يراجعون أنفسهم وتاريخهم منذ قامة الثورة إلى اليوم لعرفوا إنهم ما استفادوا منهم إلا الذل والهوان وسفك الدماء وانتهاك الحرمات والتمتع بالنساء، استمتاع بالزنا، الزنا بنساء،
ما جاءوا الأمة بخير، هؤلاء شر، كل تاريخهم أسود، كل مليء بالضغينة والحقد. قاتلوا الناس في عرفات، ما وقف سنة من السنين في عرفات أحد، قتلوه في المسجد الحرام، قتلوه في المسجد النبوي، وحملوا الحجر الأسود للقطيف 20 سنة. تاريخ أسود مظلم، ما مر بالأمة طائفة انتقمت من الأمة مثل الروافض المجوس. ترى ما نقول الشيعة، الشيعة فيهم خير وفيهم دون ذلك وفيهم دون ذلك طائف شتى، لكن نعني الروافض المجوس، هؤلاء الكسروية، هؤلاء أعداء الملة، أعداء الأمة، أعداء الإسلام الصحيح. هؤلاء يسعون لأجل أن تهدم الكعبة وأن تعظم قبور الأئمة، ولذلك عندهم الآن ميليشيات كلها يزعمون لخدمة قبور آل البيت، يعني تركيز الشرك الأكبر وخدمة الشرك الأكبر والدفاع عن الشرك الأكبر، يرجع منهم غير هؤلاء. فهم ومن يتعاون معهم ومن يحسن الظن بهم كلهم خائبون خاسرون، وسينتقم الله منهم على رؤوس الأشهاد لأنهم منافقون نفاقا اعتقاديا. لا تغترون هؤلاء، لا تحسنون الظن فيهم، ترى إحسان الظن فيهم كبيرة من كبائر الذنوب، وسيلة من وسائل النفاق والردة عن الإسلام. اعرفوهم على حقيقته، مجوس مجوس مجوس، يسعون لإشعال نار المجوسية من جديد وتوجيه الناس لعبادتها، ما هو لعبادة الله. فانتبهوا واسمعوا هالكلمة، تراهم سلة نفايات الملل المنسوخة والمذاهب الباطلة، كل ما في الملل المنسوخة والمذاهب الباطلة من خير ليس فيها، وكل ما فيها من شر ففيهم ما هو أشر منها أضعافا مضاعفة. ووالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ما جاءوا الإسلام بخير، والله ما جاءوا الإسلام إلا بالشر والفتن، والله الذي لا إله غيره إنهم حرب على الإسلام ليل نهار، وأنهم يكيدون للإسلام بكل وسيلة، وأنهم لن يتركوا أحد يقول ربي الله صادقا وهم يقدرون على قتله. ناظرناهم في الحج سنين، ناس منهم يقال من عقلائهم، ناظرناهم سنين لأجل التفاهم وإزالة الشبهات وكذا. في أبي بكر وعمر، وتدرون وش قالوا آخر شيء؟ وهو هذا كلام نفاق كذب يعني مو صحيح، قالوا لا نسب أبا بكر وعمر لكن لا نحبهم. أسألكم بالله الذي لا يحب أبا بكر وعمر وش يكون إسلامه؟ ما عنده من إسلام شيء. من هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار؟ من هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الحق على لسانه؟ عمر رضي الله عنه. من هو اللي يفرق منه الشيطان؟ عمر رضي الله عنه. من هو المحدث الملهم؟ عمر رضي الله عنه. من هو الذي ضرب الإسلام بجيرانه في كل مكان؟ بزمن عمر رضي الله عنه. من هو الذي أطفأ نار المجوسي؟ عمر رضي الله عنه. فهموا ترى هذا ما هي مسألة الحسين أو كربلاء، لا، هذه مسألة التشفي من الإسلام للمجوسية، إعادة دولة الكسروية، القضاء على الإسلام والعرب، حتى العرب ما يبون. انتبهوا تراكم مسؤولين أمام الله يوم القيامة عن هذا، ليبلغ الشاهد منكم الغاية، ما يوجد طائفة أكثر ولا أضل ولا أحمق من المجوس. مجوس لبسوا ثوب الإسلام ولا مجوس؟ حاقدون على الإسلام وعلى العرب الذي نشر الله من الإسلام، والإسلام ما يكون في الدنيا إلا بالعرب. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن في آخر الزمان، قالت امرأة من الصحابة يا رسول الله وأين العرب؟
قال هم يومئذ قليل وهم الشام. وجاء في خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الصحابة إنكم يا معشر إن لم تقوموا بالإسلام فغيركم أولى أن لا يكون. فهذا أمر لابد من فهمه، لابد من فهمه. اعرفوا حقيقة المجوسية الكسروية، هؤلاء حاقدون على كل شيء، أي شيء يموت الإسلام بصلة حاقدون عليه. أو أسوأ شيء هم اللي يسوونه، أسوأ تمثيل للإسلام اللي يسوونه. كل فتنة في العالم الإسلامي وفيها انتهاك حرمات وسفك دماء وتشويه للدين وصد العالم عنه، ابحثوا تجدون المجوسية الكسروية وراءه بطريقة أو أخرى. أي فتنة هم وراءه، فهم نواب الشيطان. وأخبث والله الذي لا إله غيره إنهم أخبث من اليهود، لأنهم يكيدون للإسلام من داخله باسمه. وذكر أهل العلم رحمهم الله، ذكروا عن الروافض هذا أنهم يخربون المساجد ويقيمون المشاهد المبني على القبور، ويصرفون الناس عن الكعبة ويبنون لهم كعبات عندهم. تاريخ أسود، تاريخ مليء بالدماء، تاريخ مليء بالفتن، تاريخ مليء بالشر. ما طعن الإسلام ودولة الإسلام إلا هم، ولا أوقف جيوش الإسلام والله الذي لا إله غير لهم. انتبهوا، ترى هذه مسألة خطيرة. اقرأوا كتاب منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حتى تعرفون ضلالاتهم وإفكهم. اقرأوا الكتاب هذا، من عنده دين أو عقل سيعرف خبث هذه الطائفة، وأنه لم يوجد في التاريخ أخبث منها، وأن النفاق الاعتقادي الكفري المغلظ الذي أهله في درك أسفل النار فيهم هم أكثر من أي طائفة. ولهذا الكتاب منهاج السنة مختصر للشيخ الغنيمان جزاه الله خير، أيضا مختصر لطيف، اقرأوا اصحوا أفيقوا، لا تحسنون الظن، لا تمترون، وبلغوا جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إن أعداء الملة هم المجوسية الكسروية، هم المجوسية الكسروية، هم حكام إيران وثورة الخميني. في كتابه عمله الله بما يستحق، كتاب الحكومة الإسلامية للخميني الهالك، يقول إن من ضرورات مذهبنا، اسمع، أن لأئمتنا من الله تعالى مكانا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأنهم محيطون بالعرش، وأنهم يعلمون خفايا الغيب وذرات الكون. بالله عليكم، هذا وش يعتبر ذا مسلم؟ هذا ماذا ترك؟ كل شيء أعطاه إياه أئمتهم، يعني يعلمون الغيب ذرات الكون ومحيطين بالعرش، ما بقي اللي يقول مع حملة العرش. هذا يقول إنسان عنده إيمان؟ هذا يقول إنسان عنده عقل؟ هذا يقول إنسان يحمل خير؟ سبحانه، هو الذي جاء بالفتنة والشر. هذه الثورة جاءت بالشر على الإسلام وأهله، فرقت المسلمين وسفكت الدماء وألكت الحظ والنصر. وكما قلت لكم، أي فتنة في العالم الإسلامي منذ أكثر من 30 سنة ابحثوا تجدون الرافضة المجوسية الكسروية وراءه أعداء. أي طائفة ضالة منتسبة للإسلام تجدونهم أساتذتهم هؤلاء المجوس الكسروية، هم الذين صنعوهم، وهم الذين جعلوا لهم خطط، وهم الذين جعلوهم شوكة في الإسلام. ويزعمون أنهم يحاربونهم، لا والله ما تحاربون، أنتم وإياهم سواء.
تأملوا هذا، هذا أمر لا بد من عقله وفهمه. كفى 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 العمى، كفى الجهل، يكفي. عودوا لإسلامكم وافهموا دينكم على الحق، واعرفوا من خصومكم، وكل من سار في فلكهم أو وضع يده في أيديهم باسم الدعوة وباسم الإسلام وباسم الجهاد، اتهموه في دينه ولا تبالوا، واحذروه وتقربوا إلى الله بالحذر منه. لا تقول هذا سني، لا، هذا مجوسي كشرو، هذا عميل، هذا صنيع لهم، هذا فرقة من فرقهم التي صنعوها وزرعوها في قلب العالم الإسلامي. فهذا الكلام استودعكم إياه ويشهد الله عليكم أن تعقلوه وتفهموه وأن تبلغوه لمن لم يبلغه وأن تنشروه في كل مكان. هؤلاء سدنة الشرك الأكبر، هؤلاء دعاة الشرك الأكبر، هؤلاء نواب إبليس في تعبيد الناس لغير الله ومحاربة الموحدين لله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون. هم نواب إبليس في الدعوة للشرك الأكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، يدعون من دونه إلا إنافا وإن يدعون إلا شيطانا رجيما لعنه الله. هؤلاء نواب الشيطان، هؤلاء المفسدون في الأرض، هؤلاء أساطين المفسدين في الأرض، هؤلاء فئة مشؤومة مشؤومة، من تعامل معها اكتوى بناره، ومن أحسن الظن فيها فقد يقع مرة خطأ، لكن لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. أعاذنا الله وإياكم المسلمين من شرورهم، ورد كيدهم في نحورهم، وكفانا والمسلمين شرهم، وسلط عليهم جندا من جنده، وأرسل إليهم عقوبة من عقوبته تقضي عليهم وتجعلهم عبرة لمن اعتبر عبر التاريخ، ويجعلهم نموذجا للمفلسين الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واسلك بنا سبيل أولي التقى، واجعلنا مباركين أينما كنا، ونجنا من نار التردى، وأورثنا الفردوس الأعلى. اللهم أمننا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولاتنا والمسلمين، واجعل ولايتنا المسلمين من خافك واتقاك وحاذر غضبك وطلب رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، وندرع بك من نحورهم، وندعوك أن ترد كيدهم عليهم، وأن تجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. يا قوي يا عزيز يا قهار يا جبار يا عظيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.